كده وصلت مني 20,000 بالظبط. ايه يا عم مالك؟ مستقلهم ولا ايه؟ لا الحمد لله على كل شيء يا دكتور، بس مقلق شويه الصراحه. ليه بس يا عصفور؟ ده انا قلت انت اكتر واحد هتفرح بموضوع حزب الصراحه راحه ده. يا عم فلوس نازله علينا زي المطر. اه يا دكتور، بس انا عايز اطمني ان الفلوس دي حلال. انا برضك يعني عايز اسال يعني اذا كان موضوع الطيران ده حلال ولا حرام اصلا. طيران حلال ولا حرام؟ صدق عمرها ما جت في بالي دي، بس احنا فيها. انزل لامام الجامع اللي عندكم تحت قول له يا شيخنا انا بطير بقالي فتره، حرام الموضوع ده ولا حلال؟ صدق فكره حلوه قوي، انا حتى امام الجامع ساكن في الشقه اللي تحت على طول. يا عم اقعد تعالى هنا يا عصفور، انت هتستهبل؟ طيران حرام ليه؟ حلال يا عم على مسؤوليتي. قول لي بقى ناوي تعمل ايه بالفلوس دي؟ لا يا دكتور، ده انا هعمل بيها حاجات ياما. اول حاجه هجيب اكارديون جديد لعم هيثم، تاني حاجه اجيب اسانس فكري للبنت ناتاشا. اسانس مين؟ اسانس فكري، ازازه ريحه كده بس حاجه مستوى قوي قوي يعني، حاجه سكسي مش لايقه على ام ناتاشا خالص. بس واضح ان انت بتحبهم قوي. يا دكتور بيرم، انا وعيت على الدنيا دي ما لقيتش الا ناتاشا وعم هيثم. عم هيثم ده يعتبر بمثابه ابويا، حتى البنت ناتاشا انا بعتبرها زي امي بالظبط. عم هيثم ده يعتبر ابويا اللي انا ما شفتوش، عارف يا دكتور؟ انا من ساعه ما اتولدت لحد ما ابويا مات ما شفتوش. طب قول ناوي تعمل ايه كمان بالفلوس دي؟ بص بقى يا دكتور، انا اكتشفت ان شغلانه السوبر دي حاجه مش مضمونه خالص. الواحد ممكن يجيله غضروف ولا رباط صليبي زي احمد حسام ميزو بتاع الكوره ده، فقررت ان انا اعمل مشروع جنب شغلانه السوبر. والله فكره حلوه موضوع المشروع دي. اهو منها يبقى كاموفلاج عشان محدش يربط ان الرجل العناب اللي بيطير هو عصفور. ولا كده كده اصلا محدش هيربط ان المتخلف اللي هو انت ده هو الرجل العناب. بس فكره حلوه. حلو، مشروع ايه اللي عايز تعمله؟ والله بص يا دكتور، انا لسه ما استقريتش لحد دلوقتي، بس خمسه بالتخطيط كده وهطلع بحاجه حلوه ان شاء الله. بس يا ريت ما تفاجئنيش بمصيبه زي كل مره. سبت الشغل عند عصام كاريكا من غير ما تقول لي، انا فوتها بمزاجي. السلام يا عصفور. انا عرفت انك هنا يا دكتور، قلت اجي اديك هديتك. شكرا يا اخويا، احنا ما بنقبلش هدايا من حد. يا كسفتي، منظرك قذر قوي. وحياة خالتك، انت بترجعلي الازازه فاضيه وتقولي لي ما بناخدش هدايا من حد؟ ودي اللي دفعك ثمنها.